شلونكم؟ معكم مود عبدو في Unboxing in 1 Minute. اليوم معانا TCL 10L. خلينا نفتح العلبة ونشوف شو فيها. شو في هون؟ واو، بيجي معاه باك كفر مش طبيعي. اوكي، وهذا هو الموبايل. واو، مسكته فاخر. شو كيف بتغير لونه؟ 4 كاميرات وبصمة. واو، USB-C. هنركب الكفر. واو، لطيف جدا. شو فيه كمان؟ شاحن USB، وهذا السلك USB-C ل USB، والسماعات. أكون صريح معاكم، الموبايل كتير حلو. وهذا كان كل إشي، شكرا لكم واستنونا في الانبوكسنج الجاي.